صباح الممتلاك مسكن في القدس تحول إلى كابوس مؤرق بفعل سيطرة الاحتلال على غالبية الأراضي والأسعار الخيالية للشقق المعروضة. في هذه الحلقة نسأل: هل الارتفاع الكبير في أسعار الشقق مبرر؟ وما السبيل إلى مساعدة المقدسيين لتأمين مسكن ملائم في مدينة القدس؟ ابقوا معنا. الحلقة الجديدة في برنامج من القدس، نتحدث هذا اليوم عن موضوع السكن والعقارات في المدينة المقدسة. لماذا يعد امتلاك شقة ومسكن في هذه المدينة أمرا صعبا وحلما جميلا بالنسبة لعدد كبير من المواطنين؟ وما السبيل لتسهيل الأمور المادية والعقارية حتى يتمكن المواطنون والشبان من امتلاك شقق ومساكن في هذه المدينة؟ من القدس أهلا بكم. نرحب في هذه الحلقة بضيوفنا ونبدأ بالأستاذ المحامي مهند جبارة، المحامي المختص في شؤون العقارات، أهلا بك. أيضا نرحب هنا بالمهندس علي شقيرات، مدير مجموعة إخوان علي شقيرات، أهلا بك. وأيضا نرحب هنا بالأستاذ مصطفى التميمي، مدير منطقة القدس في البنك الوطني، مساء الخير أيضا. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. ونبدأ من الشق القانوني لهذه المسألة. ربما كثر أستاذ مهند يتساءلون: لماذا هذا الشح في العقارات؟ لماذا هذه الصعوبة في امتلاك الشقق؟ وموضوع الاحتلال يلعب دور صحيح في شح الأماكن الموجودة والتي هي للاستغلال في شؤون العقارات. صحيح أخت مي، في الحقيقة في عملية بناء في أرجاء القدس المختلفة هناك التكاليف الهندسة، نعم، وما شابه. هذا قبل ما نحفر أي عشان بس أي عملية حفر أو أي حجر نحفر. بالضبط، هاي الأمور كلها عمليا بتؤدي إلى عمليا وضع عرض. اسمح لنا أن نفتح المجال للمهندس علي شقيرات، يعني أنت دخلت في هذا المجال وأصبح عندك خبرة في العقارات والإسكانات التي تبنى في مدينة القدس. الأستاذ المحامي تحدث عن العراقيل، وأنا أسألك سؤال مباشر: لماذا يعتبر شراء شقة في مدينة القدس لزوجين يعملوا ولهم عمل دائم وثابت ولهم هذا الدخل موضوع صعب وفي حالات كثيرة مستحيل؟ مساء الخير للجميع. هو السبب انه في عدم قدرة المواطن المقدسي على شراء شقة، ان كما تعرفون انه 80% من الطب عليه يمتلك شقة في القدس، لانه الأكثرية يعني اذا بده يحصر نفسه بالكامل المواطنين لمدة 100 شهر. هل حسيت انه في اصبح في اقبال من قبل المواطنين على هذا الموضوع؟ في اقبال شديد عندنا على الشركة على اساس انها بتقسط وبتاخذ جزء ضئيل جدا من الدفعة الأولى اللي هي صاروا عنا بالعشرات، بدناش نحكي بأكثر من هيك، وموجودين عنا على السيستم في الشركة وبنعطي هاي الشيكات للبنوك. خلينا نشوف أنتم بتقسطوا مباشرة مع المواطنين، نفتح المجال للبنوك ونشوف البنك الوطني ويعني بنكين آخرين دخلوا على الخط في موضوع القروض للمواطنين لامتلاك شقق في مدينة القدس. خلينا نتحدث عن عملية الإقراض اللي بتتم وإقبال الناس على البنوك. أول شيء بحب أمسي عليكم سيد مساكين. كل شهر بيكون عندها مصاريف أخرى غير القرض مفروض. نعم. لأنه المشكلة ممكن اليوم في أول سنة في السداد ما يكون في مشكلة، ولكن يعني اي تمويل اليوم ما بنقدر نمول 100% من قيمه اي عقار. طيب اسمح لنا نرجع لموضوع تمويل الافراد لانه هذا يعني بحاجه الى تفاصيل، ولكن خلينا نرجع نحاول نقسم الحديث ونرجع على المحامي مهند جبارة. استمعت الى المطورين واستمعت الى البنوك، وبالتالي المواطن لما بيستمع الينا وبيشاهدنا بيحكي المشكله ما انحلت. طيب في الموضوع القانوني اللي تحدثنا عن المشاكل اللي بتخص الأراضي في مدينة القدس، لا يوجد نوع من الحلول القانونية الابتكارات أنتم كمحامين حتى هذه المشكلة نستطيع أنه نقلل من حدتها والمواطنين العاديين يستطيعوا أنهم يمتلكوا هذه الشقق؟ على فكرة أنت يعني هذا التحصيل يمكن أن نحسبه من النسبة
المئوية بالسعر الكلي للشقة، ففي هذه الحالة ضريبة الدخل وما شابه. ولكن المشتري في حالة أنها الشقة الأولى له التي يشتريها في هي لقيمة الشقة. طيب خلينا نلخصهم نقطة نقطة ونيجي لموضوع الإمكانيات. تحدثنا في هذه المرة عن مجموعة الشراء، ولكن دعنا نكمل مع المطورين ونعود إلى المهندس علي إشقيرات. طيب فيما يتعلق في عملكم في مدينة القدس، تحدثنا أن هناك في العديد من الضرائب وهذا يفسر الارتفاع في أسعار الشقق، مثل ما المحامين مع مجموعة من الناس توجهوا إلى حلول ابتكارية، أيضا أنتم شو الخطة اللي توجهتموا لها حتى تزيدوا من أعداد المستفيدين من الشقق اللي بتقوموا ببنائها، وأنتم كمقاولين ومطورين تستطيعوا شراء أكبر عدد من الأراضي وبناء أكبر عدد ممكن من العمارات السكنية؟ بالدرجة هو أكبر كم من الشقق والأراضي، في أراضي كثير ممكن تطويرها حتى يعني موجودة حسب ما بعرف حسب لا تفاصيل رح نيجي. وهذا الناس بيسألوها هاي الأسئلة، ليش السعر في هذه المنطقة يختلف عن هنا؟ كل منطقة لها سعر. طيب ولكن حتى نقسم الحديث، نعود مرة أخرى إلى البنك. قلتم إنه موضوع البنوك القروض الفردية هو الأصعب، القروض الفردية هو الأصعب بالنسبة لكم كبنوك. خلينا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، وناس شايفيننا وبيحكوا لك إحنا كمواطنين بدنا نتقدم للقروض، ولكن بنشوف شو الشروط، وهل هذا الموضوع رح يساعدنا في اقتناء الشقة ولا رح يزيد العبء علينا في موضوع الفائدة، وهذا موضوع مؤرق بالنسبة للمواطنين. طيب هو بصراحة يعني احنا في البنك الوطني يمكن كنا من السباقين في موضوع قروض القدس تحديدا، حتى قبل ما نفتح فرعنا في منطقة ضاحية البريد، والمقدسيين أولوية في إطار معين حتى ندرس قديش ممكن انه نساعد المقدسيين على امتلاك شقق. يعني موضوع السكن موضوع كثير، في مقدسيين اللي بيشتغلوا في المؤسسات الإسرائيلية أو في اللي موجودة في كل في إسرائيل، وهذا دخين اللي بيشتغلوا في المؤسسات الإسرائيلية أو في اللي موجودة في كل في إسرائيل، وهذا دخل غير مثبت، بالتالي ما بقدر لا يتم تحويله أصلا للبنك، وبالتالي أنا ما بقدر أمسك هذا الراتب اللي عم بنزل لا في البنك. لا يعتبر ضمانة بالنسبة لك. نعم صحيح. طبعا نسبة الشقق اللي موجود فيها ملكية واضحة تكاد تكون يعني نسبة الشقق اللي موجود فيها ملكية واضحة تكاد تكون يعني جدا قليلة، يعني بر تاني حتى يتسهل على البنوك، لأنه بالآخر البنوك هي مؤسسات ربحية تهدف للربح وتكون صمامة. نرجع للمحامي الأستاذ مهند، عندما يصطدم المواطنون في كل هذه المشاكل اللي تحول دون اقتنائهم لمسكن، بنشوفهم بتوجهوا لأمور تانية، إما لمناطق خلف الجدار وهذه أيضا يترتب عليها أمور أخرى، أو للبناء غير المرخص وبالتالي التعرض لموضوع الهدم، أو للقبول والتسليم أنه أنا رح أضلني في الأجار طول عمري وأتحمل أيضا تبعات هذا الأجار اللي مرتبط بالمالك، يعني وإحنا بنعرف الأجارات المرتفعة في مدينة القدس. إذا كلها حلول، كل حل أصعب من الآخر. صحيح. بالفعل اليوم مشكلة المسكن بغض النظر عن المصاعب الكبيرة اللي واجهت الأفراد العائلة في شراء الشقة، وبعد ما لاقوا بجوز طبعا مستحيل لاقي شقة قطعة أرض، ولكن وجدوا شركة إلا الحصول على المسكن في القدس الشريف. طيب نعود مرة أخرى للأستاذ علي شقيرات، المواطنين اللي شايفيننا كمان عندهم أسئلة، لماذا هذا العقار أو هذا المسكن يختلف سعره من منطقة إلى أخرى؟ أيضا الناس بيسألوا يعني على موضوع حجم الشقق، لماذا هذا الحجم الصغير للشقق؟ يعني بنبلش من 80 85 وفي اقل، والمتوسط 90 او 120. يعني انتم لكم خبره طويله في هذا المجال وامكانكم تجاوبوا على هذا النوع من الاسئله. حسب خبرتك سريعا، في كل ظل هذه المعادلات الصعبه اللي بنتحدث عنها، شو الفرص امام المواطنين حتى يستفيدوا من الخدمات اللي انتم بتقدموها؟ هو بصراحة بدي أقول لك إنه زي ما حكى ولا ما نعولش كتير، يعني خلينا نكون واضحين، يعني أنا اللي بدي أحكيه رح تتفاجئي بحجم قديش هذا الموضوع بياخد منا وقت. أنت إذا بدك تقارن اليوم بيت حنينة وشعفاط تحديدا وبيت صفافة، هاي الثلاث محلات اللي عليها الإقبال الهائل فعليا، وهذا اللي ممكن يرفع السعر، بالرغم إنه إذا بدنا نقارن صور باهي كفؤ مثل الأستاذ مهند إجبارة ممكن إحنا نسيطر عليها قانونيا ونمشي فيها.
شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا للحديث في هذا الموضوع الشائك، ولكن هذا الموضوع يؤرق العدد الكبير من المواطنين المقدسيين اللي بيحلموا في امتلاك شقة في مدينة القدس. أستاذ المحامي مهند جبارة شكرا جزيلا لك، أستاذ المهندس علي شقيرات شكرا جزيلا لك، وأيضا الأستاذ مصطفى التميمي مدير منطقة القدس البنك الوطني شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من القدس.